عملية انتخابية تمر في أحسن الأجواء، بحيث أنه أن السلطات المحلية هنا تأخذ جميع المسائل اللي ديال التباعد، أن المواطنين خوفا من هذا المرض المعدي ديال كورونا، كما أن العملية تدوز في كامل الشفافية والنزاهة، بحيث أن مما يتبين أن جميع النواب تم قائمين بالدور ديالهم. وشكرا. بالنسبة للوجوه والبرامج شنو بان لك؟ والبرامج هذا هو المشكل، لأنه كاين الروتينية في حقيقة، عمل روتيني يعني، ولا انتخابات من أجل انتخابات، ما كاينش جديد، ما كاينش برامج، ما كاينش أفكار، ما كاينش بزاف ديال الحوايج، لأنه هذه قطاعات وهذه خدمات وهذا اقتصاد، يعني هاد الناس هذا اقتصاد ديال الوطن، ولكن ما كاين برامج، ما كاين برامج، يعني انتخاب من أجل انتخاب، حنا تنشاركوا في عملية انتخابية من أجل عملية انتخابية، ما كاينش شي حاجة اللي هي شي إضافة جديدة وشي أفكار اللي كان تنادي بهم تتنادي بهم الدولة وعلى رأسها جلالة الملك حفظه الله. شكرا. شنو طيب الاجواء ديال الانتخابات هنا؟ كتبان لي اجواء عاديه، ما كاينش غير واحد شويه ديال التعطال في التقلاب وداك الشيء، داك الشيء خصك شويه انفورماتيزي ويكون شويه يدخلوا في نيميرو لا كارت ويجبدوا الانسان. دابا تقريبا درنا واحد 5 دقائق باش تلقاو لي السميه، هذا هو الخطا اللي كاين. صافي، هما داك الشيء كلشي بخير وعلى خير الحمد لله. زوينه غدا في نظام زوين، داك الشيء في مستوى. بالنسبه للتباعد ديال كورونا وي، وكنلاحظ بان كلشي الناس هنايا دايرين الكمامات وكاين تباعد. بالنسبه للمرشحه اللي سميتها، واش كنت مقتنعه بها؟ وي بيان سور، كون ما كنتش مقتنعه بها ما غاديش نجي اليوم، انا مقتنعه فيها 100%، وكنتمنى ان شاء الله يكون واحد الشفافيه، واحد شنو نقول لك، كله والضمير ديالو كان يكون العمل الصالح العام. وشكرا. سي هشام شي كلمه؟ كنتمنوا لكل المرشحين التوفيق ان شاء الله بحول الله، الامور كلها غاديه الحمد لله مزيان، وكنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للاجراءات ديال كورونا اش بان لك سي هشام؟ داكشي مزيان، داكشي غادي كاين الامور غادي مرتبه وكلشي غادي مزيان الحمد لله. الاقبال؟ لا كاين الاقبال، كاين الاقبال. وشي رساله بتوصل؟ الله يسر عليهم، الله يكمل عليهم بخير. كنصوتوا في سميتو ديال الصناعه، كنتفاجئوا اليوم ما كنلقاوش الاسماء ديالنا، كاين غير بحال حذفونا، ما عرفش شكون اللي حذفك؟ ما عرفش، شنو السبب، ما عرفش. انا كنتفاجئوا ما لقيناش الاسم ديالنا غير مسجلين، اشنو ما فهمنا والو.